عبد العالي، عبد الرزاق يتقدم، عبد الرزاق يضعها ولا لا؟ حمد الله يرسل لك كرة في المرمى. الله على عبد الرزاق وعلى الهدف 19 له في هذا الموسم. نعم نعم عبد الرزاق، حمد الله عبد الرزاق، ومن غيره لأهداف النصر، ومن غيره لأفراح النصر، ومن غيره لابتسامة النصر التي لا تنتهي. حمد الله يسجل اللاعب الذي لم يعد يراه الجمهور النصراوي جميلا فحسب، بل يراه دنيا كل ما فيها جميل، كل ما فيها جميل يا عبد الرزاق. هدف النصر الأول عن طريق حمد الله الذي يسجل، والذي يقدم النصر من هذه الكرة بهدفه 19 هذا الموسم، والهدف الأول النصراوي في هذا اللقاء. يسجل ولا يحتفل، هو سجل وهو للنصر في لقاء انطرد فيه طلال المشعل وحسام غالي وأحمد البحري من تلك المباراة. قبلها أيضا في كرة، يا سلام يا خالد، الله 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 على التمريرة الساحرة من خالد، وعلى الانطلاقة الرائعة من أحمد. نعم هذه لمراضات الجماهير، هذه لمد يد المصافحة يا أحمد، هذه لنسيان الماضي والتفكير في القادم. أحمد موسى يهرب في كرة ويضرب بعدها، بعد يضرب خط الدفاع ويتقدم، لكن شوف خالد، عينك على خالد، يا الله يا الله يا الله، لا 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 لا، أي تمريرة، أي تمريرة، هذه تكسر خط الظهر بأكمله، هذه تكسر الظهر بأكمله. الكرة وصلت إلى أحمد موسى، وأحمد موسى من أجل المصالحة اليوم، من أجل مراضاة الجماهير اليوم، يتسبب في ركل الجزاء ويسجل ثاني أهداف النصر. يا عيني يا أحمد، الله على اللمسة والاستلام، الله على الاستلام اللي معه، كان مرور من حارس المرمى وتسجيل ثاني أهداف النصر على طول على طول على طول. يروح